زاد واحد النسبه من هذاك الشيء اللي مع الجبيات غادي يكون مهم. اخر حاجه التكوينات اللي درنا راه ماشي كافيه باش نصايبوا هاد الاكسبرتيز ديال لي فورمات. الله يخليكم، انا قلتها في البدايه، كنت حنا بدات غنعطيكم واحد لافون، غنعطيكم شي حاجه اللي ممكن انها تعاونكم انكم تبحثوا. اللي بغى يمشي في المجال ديال التكوين، المجال ديال التكوين اساسي مهم بزاف، كيطلبوا من الجمعيات، كيطلبوا المؤسسات ديال الدوله، وكيطلبوا التعاون الدولي. اليوم هذا لقاء ختامي ديال برنامج تكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، برنامج اللي كيدخل في إطار الشراكة ما بين الوزارة، المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ومؤسسة الفقه التطواني، واللي كان موجه للجمعيات بالجهة ديال الرباط سلا القنيطرة. البرنامج كان فيه مجموعة ديال التكوينات خاصة بتكوين المكونين، كانوا فيه ندوات، لقاءات مع فاعلين اخرين حكوميين وغير حكوميين. اليوم وصلنا نقدر نقول نهايه الشطر الاول ديالو من بعد التكوين، وغادي يبدا الشطر الثاني ديال هذا البرنامج اللي غادي يحاولوا هاد المكونين اللي تكونوا في اطار هذا البرنامج، غادي يحاولوا انهم يكونوا مكونين اخرين في الاقاليم والعملات اللي هما كينتميو ليها، باش يكون هذاك باش تكون الاستفاده شامله، ويكونوا عندنا مجموعه ديال المكونين على المستوى ديال الجهه ديال الرباط سلا القنيطره، واللي قدروا يشتغلوا في مجال ديال المشاركه المواطنه بشكل عام عبر تنزيل الاليات الديمقراطيه التشاركيه اللي هما كيف كتعرفوا العرائض والملتمسات في مجال التشريع. اليوم أنا سعيد جدا بالمشاركة في الحفل الختامي ديال الشطر الأول المتعلق بتكوين ديال الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية. هذا المشروع الذي أطرته اتفاقية جمعت بين وزارة المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وما بين مؤسسات الفقه التطواني، واشتغلنا تقريبا لمدة سنتين. كانت هناك لقاءات موصولة ما بين الجمعيات المشاركة في هذا البرنامج وما بين الوزارة الوصية، وزارة العلاقات مع البرلمان. طبيعة الحال أنا سعيد جدا لأن هذا المشروع استطاع أنه يحقق الأهداف ديالو المرسومة في مجال يعني إذكاء الوعي بأهمية الديمقراطية التشاركية. شاركت في هذا البرنامج تقريبا ما يقرب من 30 جمعية، شملت ترابيا جهة الرباط سلا القنيطرة، وعرفت واحد مجموعة من الورشات. كاين الورش الاول اللي يعني استطعنا اننا ناخذ وقتنا فيه، هو كيفيه التملك الاساسي بالاليات، الاليات اللي كتنظم الديمقراطيه التشاركيه على مستوى الدستور وعلى مستوى القوانين التنظيميه، وكذلك يعني الحلقات ديال التكوين اللي كانت عباره عن دروس تطبيقيه في الجماعات الترابيه اللي كينتميو لها هذه الجمعيات. ثم كان النشاط الثاني شمل تقريبا ندوات علميه اللي حضروا فيها اساتذه حول المشاركه المواطنه وحول العلاقه بين الفاعل المدني والفاعل السياسي، واللي عرفت حضور واحد المجموعه ديال الاساتذه ومجموعه ديال جمعيات المجتمع المدني. ثم النقطه الثالثه وهي الورشات التكوينيه المتعلقه بتعليم الكبار وبين تقنيات التواصل. هذه كلها ورشات اللي عرفتها يعني عرفها هذا المشروع، واللي كذلك اللي اكد اهميه هذا المشروع ان مجموعه ديال الجمعيات من خلال التملك ديالهم بهذا يعني بثقافه الديمقراطيه التشاركيه استطاعوا انهم يبادروا من خلال الجماعات التي ينتمون اليها الى تقديم عرائض اللي كتمس بحياه المواطن اليوميه وكتهدف الى تحسين ظروف العيش ديالو. اذا هذا المشروع اللي الان كيعرف يعني الحفل ديال التتويج ديالو اللي تسلم واحد الشواهد ديال المشاركه للجمعيات، ولكن على اساس انهم اصبحوا هذه الجمعيات اصبحوا الان مكونين. والغايه من هذا البرنامج بصفه عامه ان هذه الجمعيات المستفيده غادي تكون عندها واحد الاثر كبير جدا على الجماعات اللي كينتميو لها، وغادي يوليو هما مدرسه يعني في الجماعات اللي كينتميو لها، اللي غادي ينقلوا هذه الثقافه اللي تملكوها في اطار هذا المشروع، وغادي تواصل المسيره ان شاء الله على الصعيد هالجهه كما على الصعيد الوطني. شو مؤسسه الفقه التطواني بشراكه مع الوزاره في اطار استراتيجيه نسيج، خاصه بالرؤيه اللي كتتعلق ب تشجيع المجتمع المدني في الترف وبناء وتتبع وتقييم السياسات العموميه. هذا البرنامج هذا كان
شمل دعم قدرات تاع تقريبا 26 جمعية على مستوى الجهة في الآليات تاع الديمقراطية التشاركية خصوصا العرائض الترابية والوطنية والملتمسات. وكذلك كان فتح نقاش بين جميع الفاعلين المعنيين بدأت تنزيل هذه المقاربات من خلال الندوة وتوزعوا دلائل على شكل ماليت بيداغوجيك على حقيبه تربويه من اجل تسهيل لهاد المكونين باش يدورهم يديروا دورات تكوينيه في المناطق تاعهم. وفي هذه المناسبه في هذا الاختتام يعني باش تكون امتداد تاع التكوين هذا الوزاره غادي تمول المبادرات اللي داروا هاد المكونين هاد الجمعيات باش يكونوا دورهم تمايا. وبالتالي هذا هو كي تنقولوا فرونسي لي في ميتيبليكاتور تاع لاكسيون، يعني احنا بدورنا كمستفيدين غنمشيو نكونوا عاوتاني جمعيات اخرى، وربما هذوك الجمعيات ندعموا قراتهم نعطيهم اليات نمكنهم اليات باش يكونوا. وهكذا يعني كنصبحوا ان جعلنا من الجمعيات فاعل في مجال الديمقراطيه الترابيه. والمؤشرات طبعا اللي غادي نشوفوهم عدد العرائض اللي غيتحطوا في الجماعات ونشوفوا الى اي حد نجحنا. يعني مازال المشروع سميتو حتى لمسوه ميدانيا عن طريق البيتيسيون.